عليكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم نحن وياكم في الدور نصف النهائي مربع الكبار في بطولة كبيرة وقوية جدا هذا الموسم، حكاية فيها مباريات كبيرة وطريق صعب لكل فريق، والآن أصبحنا على بعد محطة واحدة من المباراة النهائية اللي يحلم فيها الجميع. الآن طموحات المشجعين كبيرة، مع كل جولة طبعا يكبر طموحات المشجعين، والآن أمل كبير بتجاوز هذا الدور وبلوغ النهائي. وركلة البداية ربيعة جانبية، إذن عادل رامي نقل كرة إلى أمام، فرصة خطيرة جدا. عمرو السورية يمر ويلعب كرة بينية، يلعبها إلى الحارس، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، مهارة كبيرة في الاستلام، إمكانية مرتدة الآن، والكرة تجاوزت الخط هنا. كرة من جهة اليمين وستكون هنا رمية تماس، يلعب كرة بينية، كرة أرضية، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، يسيطر على الكرة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. عمرو السورية كريم بنزيما على تنفيذ الخطأ، الحارس بالكاد وصل إليها بصعوبة كبيرة. كرة على اليسار ثم كرة عرضية، يخلص الكرة عن مناطق الخطر، يلعب كرة على اليسار. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، كهرباء، إمكانية تسديد، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، مع كرة خطيرة وفرصة للتسجيل. يستعيد الكرة مرة أخرى، لمسة بينية، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، فينيسيوس جونيور يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب أسينسيو، محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف، حتمة مرتدة سريعة كادت أن تسفل عن الهدف وتوضح مدى خطورته. كرة إلى الأمام، أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود،
اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. فالفيردي، توني كروز، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء، يقطع الكرة كروس، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أسينسيو، كروز، فينيسيوس جونيور، مرت الكرة، فرصة صالحة للتسجيل، يزول خطأ مؤقتا بعد تدخل سريع من المدافع على الكرة العرضية، الآن تحولت إلى ركنية. كرة تمر بسلام على المدافعين. عمرو السولية، ميندي، أسينسيو، كارفاخال، يحاول أن يلعب كرة بينية. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، عمرو السولية، الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب محمود كهربا. يدير ميليتاو، يلعب كرة طويلة، فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. ومجهود غير عادي يستعيد به الكرة. تحكم رائع في الكرة. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. سيشعر بالتأكيد بالحزن على إضاعة هذه الكرة. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة. أدركوا صعوبة القيام بذلك. كروس يلعب كرة بينية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس، والآن عملية تغيير. يلعبها إلى داخل، كرة رأسية خطيرة، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. محمد هاني، تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. عادل رامي بحاجة إلى تركيز عالي جدا لكي ينجح في اختراق. يسدد بنزيما، أسينسيو، أسينسيو، كرة كانت قريبة جدا على أعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. يجري تبديل آخر، كريم بنزيما لم يكن محظوظا، رغم الرقابة الكبيرة نجح في المرور، نجح في محاولته في أن يتجاوز الدفاع، لكن في الأخير الفرصة لم تكتمل.
يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة على اليسار، رأسية مذهلة، تدرج جميل بالكرة، استعرضها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. فالفيردي، مودريتش، يلعبوها للأمام، لمسة بينية، كرة طولية من الحارس، تلعب الكرة إلى الأمام، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يطلق الحكم صافرة معلنة نهاية الشوط الثاني. سنلجأ إذا الآن إلى أوقات إضافية، على الرغم من أنها 0-0، لكن مباراة في منتهى الروعة، بإيقاع عالي، بمستوى عالي، بفن، بإبداع. 90 دقيقة من اللعب بدون أن يتمكن أي من الفريقين في حسم الأمور. سنذهب وإياكم إلى أوقات إضافية. الشوط الثاني من المباراة يعود الآن. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب العرض، هذه براءة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يلعبها إلى الأمام، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم، يحاول أن يلعب، هازارد، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. فرصة للتسديد، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. كروس يلعب كرة قصيرة، يبعد الكرة عن المرمى، لوكا مودريتش، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. عمرو السورية بلا صعوبة في قطع هذه الكرة، يلعب كريم بنزيما، يلعب كرة طولية، هجمة مرتدة الآن، لمسة بينية، كم يطلق صافرتان، لكن احتساب خطأ، هذه نهاية أول 15 دقيقة من الوقت الإضافي، لا تزال المباراة خالية من الأهداف، لكن هل سيحدث الفارق بسبب خطأ تحكيمي مثلا؟ كل شيء يظل وارد، ربما أيضا لحظة يتألق فيها أحد اللاعبين. يعود شوط المباراة الثاني وتنتظرنا 45 دقيقة أخرى من الإشارة. هذه هي الدقائق الأخيرة، والآن ركلة بداية الشوط الإضافي الثاني. يلعبها ببراءة، إنقاذ رائع من حارس المرمى، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا، يبحث عن المهاجم، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة طولية إلى الأمام، ومرة ثانية محمود كهربا،
عمر السوريه يتفوق في المواجهه البدنيه يحصل على الكره والان الكره ملعوبه للامام يمر يلعب كره بينيه مساحه خاليه على الجانب هذه ضربه راسيه طاقة صافرة نهائية ايضا لا يوجد فريق فاز خيار الاخير الحل الاخير ركلات الترجيح شعور اللاعبين بالكثير من الارهاق لكن مطالبين بالتركيز في ركلات الترجيح ارهاق كبير تعب كبير لدى كلا الفريقين تركيز ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس يضع الكره في المرمى ضربه مذهله هازارد يتقدم لتسديد ركلة الترجيح الكرة في المرمى نتيجة 1-1 بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة لكنه تمكن من التسجيل يتصدى حارس المرمى للركلة تركيز رائع من حارس المرمى تصدي مدهش يتصدى لها الحارس تصدي غير عادي من حارس المرمى يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق بهذا الإنقاذ يضعها على اليمين سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة يا سلام على براعة الحارس تصدي غير عادي للمرة الثانية أمامهم فرصة لتعزيز التقدم يتقدم الفريق الآن بفارق هدفين مدريد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء مدريد هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة هذا انتصار نفسي أكثر من أي شيء ربما رغبتهم ستكون أكبر في تحقيق الكثير على مستوى النهائي كانت مباراة صعبة جدا